شرفني صاحب الجلالة نصر الله مرة أخرى بثقتها الغالية وكلفني بتسيير هذا المرفق ديال التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني اللي كل شيء كيعرف على أنه من أهم والقطاعات الوزارية حاليا بالنسبة أولا للمستقبل ديال الشباب ديالنا وبالنسبة للمستقبل ديال البلاد بصفة عامة. واليوم كان لي لقاء مع الأطر ديال الوزارة بمناسبة تسليم الصولات، وإن شاء الله غادي نتجمدوا باش نكونوا في المستوى ديال صاحب الجلالة، المستوى ديال التطلعات ديال جلالة الملك اللي مباشرة بعد التعيين أعطاني تعليمات يعني واضحة بالنسبة لهذا القطاع، وإن شاء الله غنحاولوا نتمشوا عليها كما يريد جلالة الملك. L'excellente formation qu'il a, son intelligence, large expérience, très diversifiée.